بسم الله الرحمن الرحيم. انا سميتي الديك حماد، الديك حماد بن محمد بن علي الديك. الوالد ديالي تعتقل النهار السبت 29 فات الشهر هذا بسبب القيده اللي مزال جا هو والمخازنيه ديالو، جاب معاه ثلاثه الشاحنات. الوالد تعرض لهم قال لهم تهز الماء في الملك ديالي حتى نستفد به انا، انا هو اللي نستفد هذا الليل، وما خلاوش يستافد، ما خلاوش يسقي، ما خلاوش يدير حتى حاجه. داوه ملي قال لهم هذاك الهضره، قال لهم ودي ما تسقي لي، ما تهز الماء في البير ديالي، خصني حتى انا حتى انا نستافد. عامين هذه انا ما تنستافد هذا البير ديال الفلاحه ديالي مشات ليا. واعتقلوه هزوه له في الطوموبيل، داوه الطوموبيل، داوه بالبيكوب هو وخويا، داوه اللي مزار من 10 الصباح حتى 8 العشيه، وطاح ليهم تما ملي صلى العصر تما في القياده، طاح ليهم تما داتو لابيلونس 8 الليل، داتو لابيلونس ديال المزار، داه المستشفى الحسن الثاني. دابا راه باقي في النص، باقي في المستشفى دابا. ايها السيرس، دابا كنطلب من سيدنا يرفع عينا هاد الظلم، هاد القايد، هاد القايد اللي تعدي علينا. اعتقل الوالد ديالي، مشى من السبيطار، دابا هو في الغيبوبه، الوالد عنده 90 سنه، وهاد القايد ما تيحتارمش القانون، هو كيحكم الحكم ديالو، كيتبقى القانون ديالو. خرج علينا هاد القايد، هاد القايد خرج علينا بصفه نهائيه، كاع الناس كيشتكوا به، حنا دعينا هاد القايد. كنطلب من سيدنا يرفع عينا هاد الضرر هذا، هاد السيد راه خرج علينا.